سلام صافا لاباس عليكم هانيين كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير كما كتشاهدوا في الفيديو ديال اليوم مرحبا بكم مره جديده في القناه ديالي اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم الحل النهائي للكلف بطريقه نهائيه غنتخلصوا من الكلف صافي غنساو الكلف عليكم نبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على المنتج اللي انا غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله نبداو الفيديو ديالنا قبل ما نشارك معكم البرودوي او المنتج اللي انا استعملت او اللي غادي يهنيكم نهائيا من الكلف غادي نعطيكم بعض النصائح على الكلف او منين كيجي وكيفاش انكم تيفيتيو ان البشره ديالكم ما يجيهاش الكلف يعني كيفاش تحاولوا تجنبوا الاضرار اللي تحاولوا تجنبوها او الحوايج اللي تجنبوهم باش هكا ما يجيكمش الكلف في البشره ديالكم اول حاجه كي كيجيها الكلف بعد الولاده وهذا الكلف هذا بوحدو كيجي مع تغير الهرمونات يعني فاش يتغيروا الهرمونات هكا كيتغير لون البشره كيجيكم الكلف هذا ما عندوش مشكل قدر يمشي بسرعه بالنسبه للكلف اللي كيجي من بعد استعمال بعد المكونات او لا بعد الحوايج في الوصفات الطبيعيين انا كنت ديجا درت فيديو على الحوايج ما خاصكمش تستعملوا البشره ديالكم او اللي كيضروا البشره ديالكم وغادي نعاود نذكرهم في هذا الفيديو هذا بالنسبه للكلف يقدر يديروه لينا المكونات اللي حنا كنضيفوا في الوصفات ديالنا بحال البيكربونات الصوديوم بحال الحامض بحال القرفه بحال العسل الحر دائما انا كنصحكم انكم ما تستعملوش في الوصفات العسل الحر اللي كناكلو حنايا كاين عسل كيتباع مخصص للبشره ومخفف مصنوع من مكونات اللي كتقدر تستحملهم البشره كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي سبق هذا اكيد غادي ندير لكم انا فيديو تعريفي وغتعرفوا هذه المعلومات كاملين منين جاوني وهذا الشيء اللي كنقول واش عندي راية او لا غير فعلوا الجرس باش دائما يوصلكم لي فيديو ديالي كيف ما قلت لكم نرجعوا للموضوع ديالنا بالنسبه للعسل الحر فهو كيضر البشره مع يعني مع المدى البعيد الا كنتو كتستعملوا الوصفات الطبيعيين فيهم العسل الحر اللي كناكلو فهذا كيضر البشره ديالكم مع المدى البعيد كيرجع لكم بالكلف والكلف يعني من الدرجه الثالثه هذا الكلف هذا كيقدر ما يتحيش نهائيا او لا كيتطلب عنايه او علاج عند طبيب سواء بالليزر سواء بالليسوان بيلين او لا الا بغيتو البيلينغ او لا ليسوان دو فيزاج الا بغيتو نهضر لكم على هذا الموضوع بوحدو ديال ليسوان دو فيزاج عند طبيب الجلد او لا طبيب الجلد ولا عند من تقدروا ديروهم يعني اشنو هو المركز اللي يمكن تيقوا فيه وديروا عنده هاد ليسوان هادو حيت البشره ما معهاش اللعب وحتى هاد ليسوان هادو يقدوا يرجعوا عليكم بطريقه عكسيه يقدر تخرجوا على البشره ديالكم الا بغيتوا نهضروا في هذا الموضوع خليوها ليا في لي كومونتير دونك كيف ما قلت لكم هادو بعض الاشياء اللي كيسببوا لينا مشاكل في البشره ديالنا وكيديروا لينا مشكل ديال البقع الداكنه من الدرجه الثالثه الحامض القرفه وحتى العسل الحب وكاين القائمه طويله اللي غادي نشاركها معكم فيديو خاص على الاشياء اللي كتضر البشره ديالنا ثاني حاجه او ثالث حاجه اللي حتى هي كتخلي الكلف يعني كتخلي الكلف واللي حتى هو كيبان بزاف وحتى هو من الدرجه الثانيه او لا الثالثه ديال البقع الداكنه حيت الكلف هو فيه درجات كيف ما قلت لكم ديال الولاده فهو الدرجه الاولى لان هذاك كلف عادي كيخرج غير من الهرمونات يكون في الطبقه الفوقانيه هذه يمكن لكم انكم تخلصوا منه بسرعه الى عرفتوا تعتنيوا بالبشره ديالكم في هذيك الفتره بالنسبه للكلف اللي ذكرت لكم من قبل يعني من اللي كيتسبب بمواد كيميائيه او لا كيتسبب بحوايج اللي كنضيفهم حنا في الوصفات ديالنا هذا كيتسمى كلف او بقع داكنه من الدرجه الثالثه يعني هذا الكلف هذا كيخترق الطبقه ديال البشره كيستقر في الطبقه الاخيره هكا كتلقاو مشكل انكم تحيدوا نهائيا وكياخذ لكم مده طويله ثالث حاجه او لاخر حاجه غادي نشارك معكم في هذا الفيديو هذا على الكلف اللي هو احمرار البشره كاين البشره الحساسه اللي كتوهج بسرعه كيولي عندها احمرار بسرعه هذه البشره هذه خاصها ضروري
تستعمل مرطب ضد احمرار، ضروري تستعمل الواقي الشمسي وتبعد من الشمس نهائيا، ما تتعرضش للشمس بطريقه مباشره، وتبعد على الفران، تبعد على بزاف الحوايج اللي كيوهجوا لنا البشره بسرعه، لان هذيك الحموريه الا مشات حتى تحولت لكم سوداء يعني تحولت لكم الكلف، فهنا غادي يولي عندكم مشكل ومستحيل انكم تخلصوا منه بسرعه وبطريقه سريعه او طريقه امنه، لان هذيك الحموريه ملي كتحولنا الكلف فهي هي كتخترق الطبقه ديال البشره، كيصعب علينا نتخلصوا من الكلف ديالنا. اخر نوع ديال الكلف اولا اللي هو كيتسبب لنا بالبقع ديال الحبوب. بالنسبه للحبوب اكيد كيخلينا بعد مرات البقع، الا فتنا حتى لعبنا بالحبيبات اولا ورفنا عليهم حتى فقسناهم هكا كنتسبوا في الوجه ديالنا اثار ديال الحبوب، كيخلينا ضد خاص، وصراحه كيولي يبان لنا الوجه ديالنا بشكل غير زوين، يعني كيولي الوجه كيولي يبان بواحد الطريقه ما زويناش، وبزاف ديال الناس كيتعسوا من هاد القضيه هادي. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم السر اولا المنتج اللي انا الصراحه جربته وعطاني نتيجه فعاله. دونك المنتج اللي انا جربت صراحه وعطاني نتيجه خياليه ورائعه الى عقلتو، اولا غادي نحط لكم الصراحه الفيديو هنايا اللي كنت قلت لكم انا كنت تقمش واحد القميشه صغيره هنايا دونك وخلات لي لاد خاص، كنت درت ليها ديجا كريم سيكاتريزونت، مي ابري ما قداش لي الصراحه ماشي تري افيكاس، هذا هو اللي نفعني. دونك الحمد لله ما بقات يعني قربت تختفي نهائيا، والفضل كيرجع لهذا لو سيروم، هذا اللي غنشارك معكم دابا لو سيروم ديال لا مارك سيديرما سميتو ازيلاك رو، هو هذا كيجي بحال هكا الباكاجين ديالو، بغيت نحيدو غير من الضو باش يبان حيت هذا ابيض باش يبان لكم. الى باش مزيان مع الضوء غادي نخلي لكم لا فوتو هنايا، كيجي بحال هكا سيروم هو هذا لو سيروم، بحال هكا كيجي ازيلاك رو، كيجي بحال هكا هاد لو سيروم الصراحه تري 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 افيكاس، لي زانغريديون لي فيه تري كونسونطري صراحه، هذا كيعطي نتيجه جد فعاله. اكيد عنده بعض الاضرار ولا عنده بعض الحوايج اللي ما زوينينش غادي نذكرهم لكم في الاخر ديال الفيديو، ولكن دابا غادي نبداو بالحوايج الزوينين اللي انا عجبوني فيه. اول حاجه كيعطي واحد لمعان، كيصفي البشره، كيبيض البشره بطريقه رائعه، كيحيد لكم لي طاش نهائيا، يعني الا عندكم اي مشكل ولا اي طاش ولا عندكم زرقيه في منطقة حول الفم، فهاد السيروم هذا فريمون، هاد لو سيروم هذا فريمون غادي يهنيكم من هاد المشكل هذا، لانه كيبيض يعني اون سيمين، يعني السيمانه الاولى الاسبوع الاول كيبان لكم هذا، يعني كيبان لكم النتيجه ديالو. انا الصراحه عجبني بزاف، قرب حتى ليا غادي نعاود ناخذ هاد لو سيروم هذا، كان عطاتو ليا الدرماتو يعني الطبيبه ديال الجلد اللي كنمشي عندها عطاتو ليا، لانه كان تناضوا فيا شي حبيبات هنايا وخلاو ليا لي تراس صراحه، ما بقاوش الحمد لله انهم مشاو بالفضل ديال هذا. الصراحه كيبيض لون البشره، كيفتح لون البشره، كيحيد الكلف، ولو يكون الكلف من الدرجه الثالثه فهو كيحيدو، لان هذا فيه لي زانغريديون اللي كيفتحوا البشره، كيوحدوا لون البشره، كيعطيو واحد اللمعان، واحد الاشراقه. هو الصراحه غالي شويه، كيدير 400 درهم في الباغا فارماسي، ولكن تري 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 افيكاس، معليش ندمو عليه الا جربتوه. يعني كيعطي، هذه ماشي كولابوراسيون، هذا شريته انا، يعني انا اللي شريته وانا اللي جربته، عطاتو لي الدرماتو وشريته وجربته وعجبني، وبغيت نشاركه معكم سيرتو البنات اللي دائما كيتشكاو من الكلف، فهذا افيكاس 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 صراحه. هذا ما يمكنش، هذا الصراحه غزال، غادي ناخذو عاوتاني، غير هو غادي نتطرق معكم المشاكل اللي كيسببها لينا هاد لو سيروم هذا.
الى عندكم الاسم يلا راه حتى في العنق ديالكم يمكن لكم تستعملوه حتى العنق ديالكم. بالنسبه لهاد لو سيروم هذا تطبقوا على البشره ديالكم والعنق ديالكم مره في الليل، يعني طريقه الاستعمال انكم كتستعملوه يوميا، كتستعملوه نهار ونهار. لا اصلا اي كريم اونتي تاش يعني اي كريم ديال الكلف ما كنستعملوش يوميا، لانها كنسبوا بضرر البشره ديالنا. اي كريم ديال لي تاش كنستعملوه ليله وليله لا، يعني بحال اليوم استعملناه لغد لي كنخليو البشره ترتاح في الليل، كنستعملو مرطب من الاحسن. بالنسبه للمشاكل اللي فيه او يعني انا ما كنحسبهمش انهم مشاكل، ولكن يقدر يكون مشكل فقط للبشره الجافه، لان هذا لو سيروم هذا لانه قاصح وفيه مكونات او لا مواد قاصحه كيسبب بالجفاف البشره. بالنسبه للبشره الجافه خاصها تولي كدير لينا كتولي كدير ترطيب مضاعف. بالنسبه للناس اللي عندهم بشره جافه وحتى البشره الدهنيه والبشره المختلطه والبشره العاديه، غتلقاو عندي في القناه 4 ديال لي فيديو على 4 ديال الروتينات لكل نوع من نوع لكل نوع من انواع هذه البشره اللي ذكرت معكم. يعني غادي تمشيو تشوفوه هاد الفيديو هذا غتلقاو فيه جميع المعلومات على البشره الجافه. كيف ما قلت لكم هاد لو سيروم هذا هاد لو سيروم كينشف البشره، كتحسوا ان البشره نشفات من اول استعمال، صراحه كينشف البشره. خاصكم ترطيب ترطيب ترطيب. ثاني حاجه هو انه في الاول يقدر يدير لكم شويه ديال الاحمرار او يقدر يوهج لكم البشره، ما تخافوش مع المده او لا في نفس الليله غادي تحسوا على ان الاحمرار خف، انه سي نورمال هذوك المكونات يكونوا كيتفاعلوا مع البشره ديالكم، يعني كيديروا شويه ديال الاحمرار مع المده غادي نمشيو. ثالث حاجه هو انكم خاصكم الوقايه، الوقايه من اشعه الشمس، لانه قاصح وهكا غادي تكونوا تري سونسيبل الى تعرضتوا للشمس ديالكم، غادي يكون الوجه ديالكم حساس الى تعرضتوا للشمس. خاصكم ضروري ديروا اكرون سولير فائق الحمايه باش يقدر يحمي لكم البشره ديالكم من الاضرار ديال الاشعه الفوق البنفسجيه. هادو هما ثلاثه ديال المشاكل اللي يقدر يسبب فيها، من غير هادشي ما عنده حتى شي اضرار، بالعكس كيعطي نتيجه جد رائعه. كيف ما قلت لكم واخا يكون الكلف قديم يعني ديال السنين، الا تبعتوا هاد لو سيروم هذا غادي يعطيكم نتيجه اللي نتوما باغين. بالنسبه لهاد لو سيروم هذا كنصحكم انكم تبداوه في هاد الفتره هذه، انه ما كيستحملش اشعه الشمس القاصحه، يعني غاديش تستحملوا البشره ديالكم في الصيف. انا دائما كنصحكم على ان لي كريم اونتي تاش تستعملوهم في هذه الفتره هذه اللي كيكونوا قاصحين، اما الخفاف كيكونوا في الصيف ماشي مشكل. نخلي لكم فيديو هنا اللي كنهضر فيه على هذا الموضوع اللي بغيتو تمشيو تشوفوه. دونك هذا هو لو سيروم كيجي بحال هكا. البنات اللي عندهم الكلف كنتمنى انكم تجربوه وقولي لي النتيجه ديالكم عليه. بصراحه بالنسبه لي انا كنت ساتيسفيت، عجبني كيعطي نتيجه، والصراحه النتيجه بسرعه سورتو الناس اللي كيبغيو يحصلوا على نتيجه اللي تكون سريعه، فهذا هو الحل الصراحه ديال الكلف. هذا من بين احسن لي مارك اللي جربت حتى الساعه ديال توحيد لون البشره او لا ديال الكلف. الصراحه خرجت لي الطبيبه اون غام جديده، خرجت لي الطبيبه واحد لا غام جديده، غادي نجربها ونشاركها معكم ان شاء الله في لي فيديو الماجين. دونك كان هذا هو لو سيروم اللي انا جربت. هي الصراحه غادي تكون سلسله طويله ديال لي فيديو اللي انا كنجرب فيهم شي حاجه وكنقول لكم الراي ديالي عليها في هاد الفتره هذه. الى عندكم اي برودوي او لا اي حاجه بغيتو نجربها ونقول لكم الراي ديالي عليها، خليوها لي في الكومونتير باش ندخلها مع سلسله سعيده تجرب. غادي يكون سلسله سميتها سعيده تجرب، غادي نشارك معكم فيها اي حاجه جربتها وغادي نقول لكم الراي ديالي عليها بصراحه، واش تاخذوها او لا، باش تجربوها او لا. كان هذا هو المنتوج ديال اليوم. الى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، طبعا فعلوا الجرس باش دائما يوصلكم لي فيديو ديالي. انا سعيده كنحواق عليكم فوقاش نشوفكم، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. باي باي.